وهو ايه حليم. الحليم برضو خلق يوحي للانسان بان يصبر، يكون صبورا على الاذى صفوحا عن الذنب. كذلك هنا ان ابراهيم لحليم اواه منيب، كم خصله؟ حليم لا يعجل بالعقوبه، هو ده شان الحليم، فمش عايز يعني على طول كده يعني. واواه يتاوه، والتاوه رقه في القلب، ان كان التاوه من اعلى يبقى خوف، ولاقل يبقى رحمه ورافه. انا اتاوه لفلان او يتاوه لله لانه ما اداش حق الله وخايف منه ومش عارف ايه، طب يتاوه لمسكين، يبقى في تاوه للاعلى، في تاوه لمين؟ للاعلى. اواه منيب. طيب العلة في انه جادل انه حليم، ما بيعجلش من ايه؟ طبعه كده، وما دام طبعه كده بقول طب نستنى يمكن عليهم شويه، يمكن ربنا يتوب عليهم ولا بتاع. هنا بقى رأسه احب ان تصفى ما بيني وبينكم، ولكن ان تصفى بين مدارس العلم والعلماء في العالم كله، لانها عامله عندهم مشاكل وتثار فيها اقضيه. ان ابراهيم ابوه الله منعه ان يستغفر له لانه تبين له انه عدو لله، وما دام ابوه بالشكل ده يبقى معناها ان رسول الله من ابراهيم وابراهيم من ذلك الايه العدو. يبقى اذا قول الرسول انني خيار من خيار من خيار تلقوا بالمسألة. وما دام ابو ابراهيم كان عدو لله وان تبرأ منه وقال له ما تستغفرش، يبقى دخل في نسبه صلى الله عليه وسلم عدو لمين؟ لله. يبقى قوله خيار من خيار من خيار، وقوله ما زلت ان تخلو من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات منقوضة بالحكاية دي. نقول له بقى عايزين نصفيها كده تصفيه علمي مش تصفيه غوغاء. ما هو نشوف كده، ما هو الاب؟ الاب ده اسمه ايه؟ مين هو الاب ده؟ الاب هو من نسلك، يعني اللي انجبك او نسل من نسلك الى ادم. يبقى في اب مباشر اللي انا ولدت له، وابوه يبقى برضه اب لي كده ولا لا؟ الى ان تنتهي لمين؟ يبقى ما هو الاب؟ هو من نسلك او نسلك من نسلك، ده الاب اللي احنا ايه نعرفه على الاول. لكن نجد ان القران حينما تعرض لهذه الماده اغنى الصور بالتعرض لهذه الماده سوره يوسف، لان ماده اللي جت 26 مره في الصوره مره كم مره. اللي يهمنا في القصه دي كلها ايه؟ ايتين اثنين. اما الآية الاولى فهي قوله سبحانه ان ربنا هيمن عليك ويبت عليك كما فعل على مين؟ على ابويك من ايه؟ من قبل ابراهيم ومين؟ واسحاق. ابويك من قبل ابراهيم واسحاق، اسحاق هو ايه؟ لا اسحاق ده ابو يعقوب، ابو يبقى الاب الثاني يعني، وابراهيم الاب الثاني مش كده ولا لا؟ طب ولما قال واتبعت ملة ايه؟ ابائي. ابائي دي جمع ولا لا؟ جمع. واتبعت ملة ابائي وابائي جمع اب واب واب. ساعة ما جه يفسر الاعلام اللي هي اباء دي قال ايه؟ ابراهيم واسحاق ويعقوب. طب يعقوب ده الابو ابو يوسف مباشره، واسحاق ابو يعقوب، وابراهيم ابو اسحاق، ده كلام طبيعي ولا لا؟ اذا ابراهيم ابو، ما هو ما دام اتبعت مله ابائي وبعدين جاب الثلاثه دول يبقى ابراهيم واسحاق ويعقوب اب. خلاص كده؟ طيب اذا ما جاش سيره يعقوب في الصوره الا في اللبديه. ليه؟
لانه قايل ابائي ثم عدى الاول والثاني والثالث كان لازم يجيبه. اذا فالاب يطلق على الجد، خلاص هو جد الايه الاب الى ادم. لكن اذا نظرت في سورة البقرة تجد ايه؟ ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد الهك واله ابائك. اهد زي ابائك ايه؟ اديهم بقى كده ابراهيم واسماعيل واسحاق. مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسم آحاد. يبقى إبراهيم أب ولا لا؟ وإسماعيل أب وإسحاق، لكن إسماعيل أخ لإسحاق. فإن كان إسماعيل هو اللي أب يبقى إسحاق مش اللي أب. يبقى أطلق الأب هنا وأريد منه مين؟ إذن إذا أطلقت كلمة الأب بدون فلان تنصرف اما الى الجد واما الى العم. خلاص كده. فان جاءت بفلان، ان جاءت من غير فلان يبقى تنصرف الى مين؟ للاب الاصلي بس. تعال بقى، واذ قال ابراهيم لابيه، هو سكت كده وقال لابيه، لو قال لابيه بس كان يبقى ابوه هو ابوه اللي مثلا، انما قال لابيه آزر. خد بالك ان لابوه مين اللي هو من بقى؟ لو ان ابوه حقيقة كان يرضى يقول آزر؟ لو ان انسانا جاءك وقال لك اين ابوك او ابوك في البيت تنصرف الى من؟ طب فلو قال لك ابوك محمد إنه؟ يبقى انصرفت لمين؟ يبقى قول الله واذ قال ابراهيم لابيه آزر بينت ان آزر ليس هو الصلب الذي انحدر منه رسول الله، ولكنه عم لمين؟ عم لابراهيم. وبذلك ينحل الاشكال ويحل لنا اللغز اللي داوش الايه؟ اللي داوش الدنيا.